هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفقائه السابقين الذين وجهوا انتقادات لسياساته الداخلية والخارجية بأنهم سيدفعون ثمنا غاليا. تصريحات أردوغان أدلى بها اليوم خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولايات تركية مختلفة. أشار أردوغان في تصريحاته إلى رفاق سابقين بالحزب يأتي على رأسهم بطبيعة الحال عبد الله جول ورئيس الوزراء الأسبق وزير الخارجية السابق الأسبق كذلك أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان على خلفية قيامهم حاليا بجهود لتأسيس حزب أو أحزاب منبثقة من العدالة والتنمية. قال أردوغان للمشاركين في هذا الاجتماع يقولون إن بعضهم يؤسس حزبا جديدا لا تصغوا لهم ولا تلقوا لهم بالا، من يقترف مثل هذه الخيانات على حد تعبيره سيدفع ثمنا غاليا. اعترف أردوغان في تصريحاته بوجود شريحة غاضبة داخل العدالة والتنمية متعهدا باتخاذ الخطوات اللازمة لكسب ودهم دون أن يوضح طبيعة الخطوات التي ستتخذ في هذا الإطار. للمزيد ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ مصطفى صلاح الكاتب المتخصص في الشؤون التركية. أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بحضرتك، ما هي الخطوات المقابلة التي يمكن أن يأتيها الرئيس التركي أو رئيس العدالة والتنمية عندما يرى جملة انشقاقات الحاصلة من أرقام ورموز وزنة في العدالة والتنمية؟ أهلا بحضرتك أستاذ. هو في الحقيقة الرئيس رجب طيب أردوغان يعني ينتوي فيما يتعلق بالسياسات المستقبلية تأميم المجال العام أمام معارضيه ليس فقط من حزب الشعب الجمهوري، ولكن الآن يعني توجيه الأنظار إلى والسياسات إلى أبرز القيادات البارزة في حزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بالانشقاقات التي شهدها حزب العدالة والتنمية مؤخرا، وبالتالي يعني هذه السياسات التأميمية من شأنها أن تنعكس على وضع هذه الأحزاب من حيث مسار حركاتها الداخلية أو في مسار حركات تفاعلاتها مع المجتمع التركي الداخلي، خاصة أن صلاحيات أردوغان وفق النظام الرئاسي اتاحت له فرض العديد من القوانين أو ممارسات صلاحيات واسعة في مواجهة الضغوط الداخلية. هذه الأمور كلها ستنعكس على بطبيعة الحال على مدى جدوى وجود حزب سياسي أو فيما يتعلق بتكوين التحالفات مع أحزاب المعارضة أو فيما يتعلق بحركة أحزاب المعارضة ذاتها مع الحزب الوليد، وبالتالي هناك انعكاسات سلبية ستظهر في المستقبل القريب على مسار هذا الحزب. وإن كان أردوغان يعي جيدا مدى تراجع شعبيته وهو يحاول بقدر الإمكان يعني لملمة أو إصلاح البيت من الداخل أو ترتيب أستاذ مصطفى القافزون من قارب العدالة والتنمية في هذه المرحلة وهم أرقام مؤثرة وبشدة ورفقاء قديمون لأردوغان، هي قضايا خلافية مرتبطة ببعد أخلاقي ببعض الاختلافات الموضوعية ولا إدراك من أن القارب أصلا أوشك على الغرق وعلينا ببراجماتية وبعملية أن نغادر هذا القارب؟ وفي الحقيقة السياسات التي تبناها حزب العدالة والتنمية مؤخرا ليست في الطابع الأخلاقي ولكن هي في الطابع البراجماتي، ولكن يعني الطرح البديل الذي قدمه أحمد داود أغلو أو علي باباجان أو عبد الله جول فيما يتعلق بالحزب الجديد يتعلق بالرؤية، الرؤية التي تم إنشاء عليها حزب العدالة والتنمية. حزب العدالة والتنمية انحرف عن مساره فيما يتعلق برؤيته الإصلاحية أو فيما يتعلق بمسار حركته الخارجية، وفق وخاصه ان احمد داود اوغل هو من صك بعض المفاهيم الخاصه بحركه الحزب مثل مفهوم العمق الاستراتيجي او سفه مشكلات، هذه كلها باتت الان في غير حسابات الحزب وانطلق الحزب من مرحله سفه مشكلات الى جلب المزيد من المشكلات سواء على المستوى الداخلي او مستوى الخارجي. هذا الامر انعكس بصوره كبيره على رؤيه هؤلاء هذه الارقام يعني زي ما كما ذكرت الرموز المؤثرة في بنية الحزب الداخلية أضحت الآن ترى أن الحزب لا جدوى منه فيما يتعلق برؤيته التي تم تأسيسه من أجلها. لماذا الآن والآن تحديدا رأوا أن الحزب انحرف عن مساره وبأن مبادئ الحزب ليست هي المبادئ التي على أساسها ارتضوا أن يكونوا جزءا منها؟ الممارسات التي يقترفها الرئيس التركي والمنسوبة إليه أتت على مدار السنوات الأربع تقريبا الأخيرة أو السنوات الخمس الأخيرة، لماذا في هذه اللحظة بالذات يقر أحمد داود أوغلو ويقر علي باباجان ويقر عبد الله جول وعدد آخر من قيادات الصفوف الوسطى بأن هناك مشكلة حقيقية في العدالة والتنمية؟ ما هي العلامة المفصلية في علاقة هذه الرموز بحزب العدالة والتنمية أو بسياسات أردوغان؟ وفي الحقيقة سمة مؤشرات داخلية وأخرى خارجية تتعلق بمدى رؤية أحمد داود أوغلو أو شركائه لمستقبل الحزب الجديد وفيما يتعلق برؤية العدالة والتنمية الخاصة، خاصة في ظل العديد من السياسات الداخلية الهادفة إلى تأميم الحياة السياسية وفرض قوانين الطوارئ أو تغيير النظام السياسي من
برلماني الى رئاسي، او شخصنه الحياه السياسيه التركيه لصالح شخص واحد هو رجب طيب اردوغان، في مقابل اقصاء جميع المعارضين او انتهاك سياسات من شانها تأميم المجال العام. هذه الامور على المستوى الداخلي. بالنسبه للمستوى الخارجي، انخراط تركيا في العديد من المشكلات الاقليميه والدوليه وفرض المزيد من العقوبات عليها او توترات الخارجيه التي اثرت على الداخل التركي، كل هذه الامور يعني مجتمعه يمكن ان تكون بمثابه المحرك الاساسي، ولكن هذه المحركات لم تظهر اليوم، ولكنها امتداد سنوات كثيرة، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشل في 2016، والتي أظهرت مدى رغبة حزب العدالة والتنمية في توظيف هذا الحدث للانقلاب على الحياة السياسية أو تأميم الحياة السياسية بشكل عام، يعني والبعد عن المبادئ التركية الكمالية التي صاغها مصطفى كمال أتاتورك لصالح رؤية أخرى يعني تقترب من الشخصنة. عندما يقول الرئيس التركي في لقائه مع بعض رؤساء المكاتب الفرعية للحزب إنه يدرك أن هناك غضبا حقيقيا لدى قواعد الحزب، وأنه أيضا يدرك طبيعة الطريقة التي سيسترضيهم بها، ما الذي كان يقصده من ذلك؟ وفي الحقيقة هو يعني الأرقام هي اللي تعبر عن ده، يعني معدلات نجاح العدالة والتنمية في الانتخابات أو التحقيقات الانتخابية الأخيرة، خاصة فيما يتعلق باستفتاء على الدستور او في صلاحيات المتعلقه بصلاحيات بتوسعه صلاحيات رئيس الجمهوريه او فيما يتعلق بانتخابات البلديه في المؤخره في اسطنبول. هذه الارقام تعكس مدى واقعيه او شعبيه حزب العداله والتنميه على الواقع، خاصه ان هناك يعني انحراف عن مسار العداله والتنميه، الامر الذي ادركته الجماهير فيما يتعلق ب هذا يعني العجاج عن مسار العداله والتنميه، وبالتالي اطحت هناك ضروره الى تقديم حلول بديله فيما يتعلق بانشاء حزب سياسي جديد او فيما يتعلق بوجود انقسامات داخليه داخل الحزب تمثل رد عن حزب العداله والتنميه فيما يتعلق بمسار حركاته الداخليه. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى صلاح منضما الينا عبر الهاتف.